شكرا بزاف مجلة المغاربة نيوز، شكرا حجيتو وحضرتو معنا العرض ديالنا العيش وريات، شكرا على التعب ديالكم. مبروك عواشركم ويدخل لكم الصحة والسلامة، وجميع المتتبعين والمشاهدين ديال المغاربة نيوز مبروك عواشركم. الدور حليمة كيف شافوا جميع المغاربة هو واحد الشخصية اللي هي بسيطة، اللي هي صاحبة صاحبتها، اللي كتبغيها، اللي كتخاف عليها، نموذج المرأة المغربية اللي كتطيح مع صاحبتها في السراء والضراء. دونك هذا هو النموذج ديال جميلة. علاقتي بدنيا هي علاقة أول حاجة زمالة، وأكيد علاقة صداقة من بعد. بغيت نقول لها تبارك الله عليك، أنت عملاقة في التشخيص، أنت واحد السيدة فخر المغاربة، فخر المرأة المغربية، فخر الممثلة المغربية، فخر المغاربة كاملين. شكرا بزاف دنيا على هاد التحف الفنية اللي كتقدمي لينا. ما كيختلفوا الجوج في الأداء ديالك ولا في الموهبة ديالك، ما شاء الله عليك. سعيدة جدا بالمشاركة معك. كنتمنى لك يا ربي الصحة والعافية ويخلي لك سيد الغالي وكل ما تمنيتي يا ربي. يعني دنيا كتخلق لك الآليات باش المشهد يطلع مزيان، كان بحال بينك بونغ، كتباسي ليا الكره، كنلوح ليها الكره. دونك بهذا المصطلح اكزاكتومون، كان مشاهد كثيره تلقائيه، كان المشاهد كلها خارجه من القلب، كان الكلام كله خارج من القلب. فوالا هادشي اللي كاين. هذا المشهد هو كان ناقشناه بزاف انا وقبل ما نصوره، ناقشته مع استاذ علاء ومع الكوتش، وكان مكتوب طريقة، وقلت أنا علاش ما يتلعبش بها الطريقة، ونقشه مع 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 سي علاء. وعلاء تبارك الله ما شاء الله ما كي رفضش إلا كانت الفكرة مزيانة. دونك أنا اللي بغيت لعبه بها الطريقة، وداكشي علاش ماشي داكشي علاش خرج مزيان، مي حسيت خاصني نلعبوا بهذه الطريقه، باسكو خاصنا نعطيو واحد النموذج ديال الصداقه والاخوه والعشره والجوره، اللي ماشي نقول ما بقاتش ولكن قليله. صراحة يعني بحال هذا الموضوع خدا اكثر من الحجم ديالو، دونك بالعكس مزيان هذا الراي والراي الاخر مزيان يكون عندنا. شوف ملي كيكون جادل على واحد العمل معين الا وانه ناجح، ومزيان يكون هذا الجدال اللي هو صحي، اللي ما يعني كل واحد والراي ديالو، كل واحد ويعني والقناعات ديالو. حنا كنأديو شخصيات معينه في المجتمع، كيف اليوم ادينا شخصيه شيخه، غدا ناديو شخصيه طبيبه، مهندسه، ربات بيت، يعني هذا هو الدور ديالنا. ما كيختلفوا جوج ان الشيخه ما كايناش في المجتمع المغربي، فهي معانا يعني عايشة معنا في الوسط ديالنا، في وسط اليومي ديالنا. دونك احنا قدمنا بواحد الصورة، احنا ما لمعنا صورة الشيخة، ما وضعناها، ما حطيناها شيطان. دونك احنا ادينا واحد الشخصية في إطار واحد العمل درامي، كنحكي واحد القصة اللي تبعوها المغاربة. فوالا هادشي اللي كاين. لا انا على المستوى الشخصي بالعكس، بالعكس كان الناس أشهدوا الحمد لله بالأداء ديالي، أشهدوا بالموهبة ديالي، فأنا فخورة جدا وسعيدة جدا. فهذا الشيء ما كيزيدني غير تكليف، أنا إن شاء الله العمل الجاي يكون أكثر، ويكون اختياراتي أحسن. فبالعكس حملني مسؤولية أكثر. الجدل اللي كان على الشخصية فيعني بالعكس، ما الحمد لله ما كانش يعني انتقادات جارحة على شخصي كلبنا أو على موهبتي، فلكان على واحد البيرسوناج، على شيخة. فدونك لا ماشي انتقادات بزاف، بالعكس هاد انتقادات ولا هاد الجدال اللي كاين فهو جدال صحي. هذا كيدل على أن العمل ديالنا عمل ناجح، عمل خالق ضجة في المغرب، عمل خالق نقاش. فوالا هادشي اللي بغيت نقول. شكرا لكم بزاف، شكرا على المجهودات ديالكم، بارك الله فيكم. شكرا المغاربة مغاربة نيوز، شكرا على المجهودات اللي جيتوا تنقلتوا حتى لعندنا. رمضان دابا قرب العيد ياك، عيدكم مبارك سعيد، خليكم بالصحة والسلامة وبكل ما تمنيتوا يا ربي.